أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة معالم وأعلام من هنا من أمام دوار البطل الشهيد العميد عبد الغني شعلان قائد ومؤسس قوات الأمن الخاصة هنا في محافظة نأرب. الرحمة والخلود لروحه الطاهرة والرحمة على جميع شهداء الوطن. سؤال الميدان يقول: من هو أول من كسى الكعبة وصنع لها بابا ومفتاحا؟ نتابع سويا من سيكون الفائز بجائزة السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر كريم علينا وعليك. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. تفضل إن شاء الله نحصل عليها. من هو أول من كسى الكعبة؟ أول من كسى الكعبة الله يهمه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام، إجابة خاطئة. أول من كسى الكعبة هم قبيلة بنو هاشم. لا، ها حاول. أو عيال أحفاد عيال عبد الشمس الذي هو بنو هاشم اللي هو عبد المطلب. هم من اليمن، أحد ملوك اليمن. قرهم. إذن فرصة قادمة وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. أول ما انكسر كعبة مسوك. كلمي كلمي. ممكن أشارك؟ مسوك. حاولي. من 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 خاصة. شكرا جزيلا. نسوك. أول ما انكسر الكعبة. نعم هو يمني. من؟ والله ما أدري. اللي هو التبع اليمني اللي هو اللهم صل عليك يا حبيبي رسول الله. إذن نعم هو يماني وملك يماني. نعم ما أذكر الاسم. شهر كريم علينا وعليك بالخير والعافية حياك الله. سؤال، إذا جبت عليه تحصل على الجائزة. إذا كان من نصيبنا فأتفضل. أول من كسى الكعبة. أول من كسى الكعبة هي قبيلة من قبائل اليمن معروفة. لا ليست قبيلة، ملك يعني. نعم كان الملك، هي قبيلة جرهم، ثم كان ملكها في حين أول ما أمر بكسوها. أعتقد أنه جرهم، أعتقد أنه جرهم الحميري. القبيلة جرهم الحميري اسم الملك من؟ تبع. تبع الحميري. تبع الملك. نعم الملك التبع الحميري اليمني كسى الكعبة. أول ما كسها يعني. نعم وأمر بكسوتها. هو أول من كسى الكعبة وصنع لها بابا ومفتاحا. نعم إجابة سليمة حصلنا عليها هنا من الأخ. حياك إبراهيم الوصابي. الأخ إبراهيم الوصابي. إذن مشاهدين الكرام، أول من كسى الكعبة هو الملك اليماني التبع الحميري وصنع لها بابا ومفتاحا، وفاز معنا الأخ إبراهيم الوصابي بجائزة هذا السؤال. ألف مبروك، حصلت على جائزة مالية من جابر بن حيان في عالم الصيدلة، وجائزة عينية حصلت عليها من ريف اليمن للعسل والمكسرات. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكم. ألف ألف مبروك. الله خير. شكرا على هذا البرنامج. الله يحفظكم جميعا.